السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. لن تصدق، مدينة مارست الزنا والشذوذ وماتوا بهذه الطريقة البشعة. شاهد بالصور كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن نبدأ، اثبت وجودك بالصلاة على الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. خلق الله الإنسان لعمارة الأرض وعبادته والحياد عن تلك الحياة التي وضعها الله عز وجل للبشر. جزاؤه عظيم يحل عليهم من السماء مهما تأخر الوقت، فيأخذهم الله بذنوبهم. والله شديد العقاب لما ورد في القرآن الكريم. وشهدت المدينة الإيطالية بومبي قبل قرابة 2000 عاما عقابا شديدا أنزله الله تعالى على سكانها بعد ممارستهم أفعال تقبلها الطبيعة الإنسانية. وحرم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكافة الكتب السماوية، وأصبحت قصة يتحاكى بأفعالها الكثير من الكتاب في العصور الحديثة. هنا بمدينة بومبي عاش 200,000 مواطن في حياة مليئة بالفحشاء التي سادت على كل الألوان، تاركة خلفها الآن تماثيل ونفوش تتواضع وتجسد أفعالهم المخلة بالآداب، والتي بقيت من آثار العدالة الإلهية شاهدة على تصرفاتهم المشينة. وتخضع المدينة التي عاشت في عصور الإمبراطور نيرون حتى الآن لعمليات ترميم وتطوير، والتي كشفت من خلالها الكثير من الأسرار بعد أن ظلت في طي النسيان طوال 18 قرن مضى وأصبحت أحد المزارات السياحية. بدأت القصة باكتشاف العلماء خلال إحدى عمليات حفر قناة مائية بمحيط المدينة آلاف الجثث المتحجرة تحت الرماد البركاني في أوضاع مخلة مختلفة. وتبين من الفحص والتحاليل أنهم ضحايا كارثة طبيعية، بركان جبل فيزوف شهدتها المدينة بشكل مفاجئ. وتبين أن المدينة اشتهرت بالزنا وانتشار غرف ممارسة الرذيلة، وظهرت معالم المدينة من خلال شوارع ممهدة بالحجارة تضم حمامات عامة ووصلات للمياه تصل إلى المنازل. ويوجد بداخل المدينة ميناء بحري متطور ومسارح فنية وأسواق، بالإضافة إلى وجود آثار حضارية شملت النقوش ورسومات الجدران. ومع هذا التقدم والرقي التي عاشوا فيه أهالي تلك المدينة، إلا أنهم كانوا يفعلون الأمور التي تخجل منها الآذان أمام أعين الأطفال، ويقوم برسم الصور الخارجة على جدار منازلهم ويعتبرونه من قبيل فن الخلاعة. وكانوا يتمتعون بمشاهدة المصارعة بين البشر والحيوانات المفترسة التي تنهي دائما بنوت أحد الحيوانات. وبدون مقدمات وقع العقاب بعد انفجار البركان، فأباد المدينة بكاملها يفوق أكبر قنبلة نووية، وتساقط الرماد على سكانها كالمطر، وتم دفنهم تحت 75 قدما بعدما أحبطت بهم موجة حارة من الرماد الملتهب تصل حرارتها إلى 500 سيليزية وغطت 7 أميال إلى الشاطئ. وبعد وقوع الكارثة الطبيعية ظهرت الجثث على هيئتها التي تحجرت أجسامها، فالبعض نائم والآخر جالسا، والجثث الأخرى متواجدون على شاطئ البحر وبأوضاعهم قبل وفاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا زيارته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقضي حوائجنا.